أنا عضو مجلس النواب حنين القدو، أهلا بك سيد حنين. يعني هل اتضحت جليا أهداف زيارة الوفد الكويتي برئاسة أمير الكويت إلى العراق؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرشيد الفضائية. لا بدون شك هذه الزيارة تقع ضمن إطار تبادل وجهات النظر والتشاور فيما يتعلق بموضوع المخاطر الخطيرة التي تهدف المنطقة بشكل عام، خاصة إذا كان هناك صدام مسلح ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي هي عبارة عن محاولات لتهدئة الأوضاع والتوسط من أجل الوصول إلى تفاهمات معينة والبدء بحوار جدي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل تخفيف من هذه الأزمة التي الآن تخيم على المنطقة بشكل عام. لا سمح الله، إذا كان هناك سلاح مسلح المنطقة كلها في الواقع حاسبة تدخل في إنذار، وربما قد تتوسع هذه المعارك لتشمل جميع المنطقة بشكل كامل. نعم. طيب، الأنباء تشير إلى أن الملف الإيراني هو أبرز ما جاء به أمير دولة الكويت، هل هذا الملف هو ملف من البعد السياسي أم الاقتصادي؟ لا، الملف الحقيقة يتعلق بالجانب السياسي وآثار الجوانب السياسية على الجانب الاقتصادي. يعني سوء العلاقات والأزمة الموجودة والتهديد بشن حرب على إيران والتهديد بغلق مضيق هرمز وفرض عقوبات اقتصادية على تصدير النفط الإيراني وتصفيرها في الواقع هي اللي تعكس وتلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي ومخاطر اقتصادية وكذلك العمليات العسكرية. في الملفين لا يمكن فصلهم عن بعضهما، وبالتالي هناك جهود تبذل من قبل الكويت، عمان، اليابان، العراق من اجل التوسط وتخفيف من حد التوتر في هذه المنطقه من اجل تفادي وتلافي الحرب او الصدام المسلح. طيب، هنالك من يرجح خروج اتفاق عراقي كويتي بشان الازمه في المنطقه، كيف تعلق على ذلك؟ يعني لابد ان تكون المواقف موحده، وهذه المواقف الموحده بدون شك سوف يكون له تاثير كبير ربما على القرار الامريكي وعلى الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه من اجل يعني تجنب الصدام وتهزيم الوضع. انا اتمنى ان تنضم دول اخرى الى هذا الموقف من اجل الحفاظ على امن وسلامه المنطقه وسلامه تصدير النفط من قبل ايران وسلامه تصدير النفط من قبل دول الخليج العربيه في المنطقه من اجل العيش والامن والسلام والاستقرار. يعني مع الاسف هناك بعض الدول الحقيقه اللي الان تحرض الولايات المتحده الامريكيه بالقيام بعمليه عسكريه ضد ايران، وبالتالي سوف تكون هناك ردود افعال قويه من قبل ايران ومن قبل وحتى من قبل بعض الدول ستؤثر على المنطقه اكيد هذه يعني الامور. طيب، يعني هل سيخرج العراق والكويت بتعاون اقتصادي مشترك؟ يعني كما شهدنا أو سمعنا في الأيام السابقة أن الكويت ستعطي للعراق الكهرباء في هذا الصيف. أزمة الكهرباء هي أزمة داخلية الحقيقة وهي أزمة عراقية. نعم. قد يكون هناك بعض الاتفاقات سواء مع إيران أو مع الكويت أو مع السعودية. السعودية أيضا باستعداد لموضوع تزويد العراق كهرباء من اجل يعني تحقيق الاستقرار الداخلي. تعرف يعني صيف العراق صيف مساهم الى حد كبير. نعم. وهذا مما يثير غضب الشارع العراقي بسبب سوء تقديم الخدمات وخاصه الكهرباء. قد يكون هذه احد الوسائل اللي يمكن بها تخفيف حده التوتر الداخلي وليس الخارجي. نعم. نعم، عضو مجلس النواب حنين القدو كنت معنا، شكرا جزيلا لك.